المهرجان الأساسي اللي هو راح يكون مهرجان شكراً اثنين بالتعاون مع الجهات اللي شاركت أو ساهمت وساعدت الكويتيين أثناء فترة العدوان داخل دولة الكويت. الجهات هذه اللي احنا نسقنا وياها مدة طويلة راح إن شاء الله تكلم عنها الأخت أشواق، الجهات هذه اللي شاركت والمهرجان اللي راح يكون داخل حديقة الشهيد في الجزء الجديد. بالنسبة للمهرجان طبعاً هو راح يكون يوم 21 و 22 و 23 فبراير من الساعة 4 إلى الساعة 9 بالليل، مقسم على 3 فعاليات أساسية. شكراً تو موجه لكل الجهات الأهلية والحكومية اللي كانت متواجدة فترة الغزو وحافظت على الكويت. كل من ساهم في المحافظة على الكويت خلال هذه الفترة رح يكون مشارك ويانا. تم حصر هذه الجهات والتنسيق معاهم مسبقا في 3 لقاءات، وإن شاء الله اليوم رح يكون توزيع فيها مواقع المعرض.